بكم. ليلة استثنائية عاشها الكرد يوم أمس في إقليم كردستان، خطاب سيعلق كثيرا في ذاكرة الكرد بكل تفاصيله التي حملت حزنا ومرارة والكثير من الاتهامات والتخوين للأصدقاء في السليمانية والشركاء في بغداد والحلفاء في واشنطن. وصف تسليم كركوك بأنه طعنة في الظهر، واتهم الحشد الشعبي بتعمد استهداف البيشمركة، في حين أعرب عن أسفه لسماح الولايات المتحدة باستخدام الدبابات ضد الكرد. اختصر الوضع الكردي في هذه المرحلة باستعارة عبارة دانا أدام سميث: لا صديق للشعب الكردي سوى جبال كردستان. كل هذه المعطيات التي حملها خطاب البرزاني سرعان ما انعكست على الشارع، بدأت من اقتحام برلمان كردستان ثم سلسلة الهجمات على مقرات أحزاب كردية في زاخة وأربيل، قبل أن تتمكن سريعا قوات الأمن الكردية من إخماد هذه الأزمة التي كادت أن تفجر المشهد الكردي. لا شك أن ما بعد هذه الليلة لن يكون كما قبلها على كل المستويات، خصوصا السياسية منها. معادلة جديدة تلوح في أفق العملية السياسية في إقليم كردستان، وتيارات جديدة قد تبرز بعد هذا المخاض العسير. ابقوا معنا لنتابع أبرز منشطات حلقة اليوم، ثم نعود لنفتح النقاش في ملفاتنا. اندلاع أعمال عنف في كردستان بعد ساعات من خطاب البرزاني، حرق وتكسير لعدد من مقرات الاتحاد الوطني والتغيير. مجلس أمن إقليم كردستان يهدد بإنزال أشد العقوبات بأي شخص أو جهة تحاول الهجوم على أي مقر حكومي أو حزبي في الإقليم. بغداد تعلن أنها تتابع عنكثب التطورات في كردستان بعد الاعتداءات التي طالت مقرات الأحزاب والإعلاميين في أربيل ودهوك، وتدعو إلى الالتزام بالنظام والقانون. مقتل صحفي عراقي يعمل مصورا لمحطة كردية على يد مسلحين مجهولين في دقوق جنوب كركوك. إذن مشاهدينا، قبل أن نفتح النقاش في الملف الكردي ننتقل إلى بغداد قليلا لمتابعة تداعيات العاصفة الترابية على السكان والنازحين بعد تسجيل العشرات من حالات الاختناق هناك. إذن ينضم معنا مراسلنا خطاب عادل الذي تحدث أن باتت الليلة الماضية في أحد مخيمات النازحين، وأعد لنا هذا التقرير. معسكرات النزوح في بغداد بين تقلبات الطقس وشح الأدوية، عواصف ترابية أجبرت عشرات العائلات على النزوح من خيمة إلى خيمة. مخيمات الجامعة وأبو غريب والغزالية والخضراء سجلت أكثر من 30 حالة اختناق في صفوف الأطفال خلال ليلة واحدة، وتضطر العائلات إلى استخدام وسائل بدائية في معالجة المصابين بأمراض الربو. اختنق وهو مريض وحالته تعبانة، وطفنا حتى المبردة من هذا الجو وظروف اليوم، والجو حار شتير ومريض ما يتحمل لا جو توز لا شيء. شنو اختنق؟ شنو اللي صار؟ اختناق من الربو، صار عنده ربو هو. اكو اطباء عندكم هنا؟ لا ماكو اطباء، لا عندنا لا اطباء لا جهاز مال اكسجين ولا جهاز مال ربو ما عندنا هنا. يلا اخذ راحتك، اخذ راحتك على السريع. لا وجود لاي فرق طبيه خافره في المخيمات، ونقص حاد للعلاجات الطبيه، فضلا عن انعدام تام لقنان الاكسجين. أمر فاقم معاناة القابعين في الخيام الذين اعتمدوا على جهود ذاتية لشراء ما تعرف بالكمامات كإجراء وقائي بسيط. ما حيسأل علينا لحد، هذا تشوف هذا ضباب، الأطفال كلها اختنقت، احنا الكبار اختنقنا، انا واحده من الناس بيربوا، لا حد جاني لا حسال علي، لا قالوا لي هاك اكسجين، لا قالوا لي هاك شيء، كل شيء ماكو، مخيم فارغ، ما حيسأل علينا. هذا اللي ابسط شيء احنا ما عندنا بالصيدلية، الوحدة الطبية الموجودة هذا اللي هو أبسط شيء ما عندنا. فاضطريت والله رحت جبته من الصيدلية وجيت رحت وزعت الكبار بالعمر، وشفت هسه وياي اللي وزعناهم وهسه دا أفطر على الباقين عندي. أربعة حالات اختناق جراء هذا الغبار الكثيف هنا في مخيم حي الجامعة، أصيبوا بها أطفال في طريقهم إلى مستشفى اليرموك. الأهالي يناشدون السلطات بتوفير سيارة الإسعاف والأكسجين والمواد الطبية على الأقل في هذه الظروف.
وتطالب عائلات نازحة السلطات الحكومية بفتح دور العبادة والمؤسسات الأخرى ولو في فترة الليل ولحين استقرار الطقس على الأقل. للشرقية نيوز خطاب عادل، بغداد. ينضم معنا مراسلنا خطاب عادل. خطاب أهلا بك معنا. يعني نقل تقريرك صورة مؤلمة، وخصوصا عندما شاهدنا رجل وهو يحمل ابنه ويحاول إسعافه بشتى الطرق. يعني خطاب، كيف يمكن أن تختصر لنا هذه الصورة؟ مرحبا نوار. بشكل عام الوضع مأساوي جدا في مخيمات النزوح في بغداد المتفرقة بين الكرخ والرصافة. إذا ما أردنا أن نتحدث عن الحالات المأساوية التي مروا بها النازحين ليلة أمس، الشرقية نيوز قضت هذه الليلة مع النازحين، وهناك نداءات استغاثة يطلقها النازحون إلى دوائر الصحة وإلى كل الدوائر المعنية بهذا الأمر. المخيمات تفتقر إلى الأدوية، تفتقر إلى الأكسجين. هناك عشرات الحالات المصابين بأمراض الربو. يعني اليوم لغاية الآن استقبلت مستشفى اليرموك تقريبا 5 حالات، وربما العدد يزداد أكثر. دعوة مفتوحة إلى كل الجهات المعنية، إلى كل الخيرين في بغداد للتوجه إلى المخيمات في الغزالية، في مخيم حي الجامعة، مخيم أبو غريب، مخيمات أخرى في منطقة النهروان، مخيم آخر في زيونة. بطريقة وأخرى الكل يبحث عن علاج، الكل يبحث عن أي شيء ممكن يخفف من آلامه. ولو أيضا هناك دعوة أيضا لتبديل الخيام لأنها متهرئة، وهناك يعني حالة من الجو الطقس الآن كما يبدو في الصورة الآن نوار، طقس ملبد بالغيوم، محمل بالأتربة، غير نقي. أيضا المواطن العادي بالشارع يشعر بصعوبة التنفس، فكيف بالنازحين المتواجدين القابعين في خيمة ربما قد تكون متهرئة ولا يوجد لديهم بديل، وربما الوضع يزداد سوءا أيضا في الساعات المتأخرة من الليل. فعلا خطاب، يعني ما تنقله الصورة من خلفك أن هنالك، يعني يبدو أن العاصفة الترابية لم تنحصر لغاية الآن. طيب أنت تجولت في شوارع العاصمة في أحيائها وأيضا زرت بعض المستشفيات، كيف يمكن أن نقيم الوضع فيها؟ يعني الوضع في بغداد يعني جدا، حتى الرؤية يعني المرور العامة قبل قليل صدرت يعني هناك أكثر من قرارات معينة هي لخدمة المواطن بشكل عام، لأن الرؤية ربما قد تكون محجوبة ولمدة معينة أو لأمتار معينة. لذلك هناك الداخلية العراقية كثفت من تواجد السيطرات على الطرق الخارجية السريعة. أقف الآن نوار خلفي، ربما قد يكون تفصلني عن جسر جادرية أمتار. هذا الجسر الحيوي الذي يربط الكرخ بالرصافة. أيضا هناك قوات أمنية منتشرة، قطعات أمنية منتشرة، كذلك الطرق السريعة التي من الجهة الغربية التي تربط الأنبار ببغداد، والطرق السريعة أيضا لليوسفية واللطيفية التي تربط بغداد بالمناطق الفرات الأوسط. يعني كإجراءات ربما قد تكون تقلل من الحوادث السير، لكن بطبيعة الحال المواطن يشعر ب يعني هذا الأتربة الكثيفة جدا، وهناك ربما البعض التزم الدخول إلى داخل منزله. نعم. وحتى ربما نرى الحركة قليلة جدا في بغداد خشية يعني أن تتفاقم هذه الغيوم أو تبدو الرؤية معدومة تماما. يعني على الرغم من العاصفة الترابية وضحت لنا الصورة خطاب عادل مراسل الشرقية نيوز، شكرا جزيلا. ما زال الغموض يلف الوضع السياسي في إقليم كردستان. كان الجميع ينتظر رسالة البرزاني ليجد أجوبة عن الكثير من الأسئلة حول مستقبل الإقليم، إلا أن هذه الرسالة زادت من تعقيد المشهد ودفعت لطرح المزيد من الأسئلة. أتابع أبرز التفاصيل في هذا التقرير. أجواء شديدة التوتر وخطاب لن ينساه الكرد يوما. إنه خطاب مسعود البرزاني الذي حمل الكثير من التخوين لقيادات كردية، فقد وصف تسليم كركوك إلى القوات العراقية والحشد الشعبي
بأنها خيانة عظمى وبمثابة طعنة خنجر في الظهر، في حين قال إن دخول بغداد إلى المناطق المتنازع عليها كان مخططاً له، وإنه كان يتوقع أن تحدث أشياء بعد الاستفتاء، لكنه لم يتوقع حدوث خيانة قومية. بخيالش من دانا دهات؟ ما لم نكن نتوقعه أبدا ولم يخطر ببالنا كانت الخيانة في ليلة 15 على 16. هذه الخيانة الكبرى للأمة في كركوك التي تم تسليمها وزرع خنجر في ظهر الكرد كأمة وفي ظهر البيشمركة، وهكذا تم إهمال صوت 3 ملايين كردي، ومهما كان الثمن فإن أصوات هؤلاء لن يتم محوها، ولولا تلك الخيانة لكان الأمر يمضي الآن باتجاه آخر. ودنجي زلالي 3 مليون. لم ينسى البرزاني أن يوجه الاتهامات إلى قوات الحشد الشعبي، فقد قال إنها تعمدت الدخول في اشتباكات مع البيشمركة ما تسبب بإراقة دماء وسقوط ضحايا، كما أنه لم يفوت الفرصة لانتقاد الدور الأمريكي في الأحداث، إذا عرب عن أسفه لسماح الولايات المتحدة لمن كانت تصفهم بالإرهابيين باستخدام دباباتها ضد الكرد. أوي ترك زوج جي سرنجبو وتوقع من ندك. أمر آخر لم نكن نتوقعه وكان مستغربا هو أن هؤلاء الذين كانت الولايات المتحدة تصفهم بأنهم إرهابيون صعدوا على دبابات الإبرامز الأمريكية تحت أنظار واشنطن وجاءوا لمهاجمة الإقليم. كان ذلك وسيظل سؤالا كبيرا للإقليم، هل الولايات المتحدة راضية بهذه الخطة؟ هل كانت تلك الخطة تقضي بتنفيذ تطهير عرقي جديد ضد إقليم كردستان؟ خطاب يقول مراقبون إنه أثار مشاعر الكرد، خصوصا وأنه أكد أكثر من مرة أن الأكراد لم يجدوا من يقف إلى جوارهم من خارج إقليمهم لدعم حقهم في تقرير المصير. نفتح النقاش في ملفنا مع ضيفنا نائب عن التيار الصدري سيد ماجد الغراو. سيد ماجد أهلا بك معنا، هل العقبة أزيلت أمام بدء حوار جديد بين أربيل وبغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك هنالك كثير من العقبات تقف أمام الحكومة الاتحادية وأيضا ممثلين حكومة كردستان، على اعتبار أنه اليوم الحكومة تحاور الأطراف السياسية التي لها مواقف وطنية ومواقف مؤيدة لسلطة الدولة ووحدة العراق، وخصوصا كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير وكذلك الجماعة الإسلامية، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني للأسف الشديد لا زال بنفس اللهجة السابقة، لهجة التصعيد ولهجة عدم احتواء الأمور والسعي إلى الحوار وأيضا التحاور مع الأطراف الأخرى في حكومة كردستان. وبالتالي جاء هذا الخطاب للأسف الشديد خطاب يعني يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في كردستان، وكذلك إثارة النعرات الطائفية. وأعتقد سبب هذا الخطاب رأينا ما حصل ليلة أمس، يعني بالتهجم على مقرات الأحزاب الكردستانية وكذلك الدخول على مقر البرلمان الكردستاني وتداعيات هذا الأمر، وأيضا حوادث أخرى تجاه بعض الإعلاميين والصحفيين وعدم استقرار في شمال العراق، كل هذا بسبب هذا الخطاب الطائفي. طبعا يسعى مسعود البرزان للأسف الشديد إلى تدويل القضية الكردية وإفهام العالم بأنه الكرد مظلومين يسعون إلى الانفصال وإقامة دولة، ونسوا أنه هذا المكون له حقوق وعليه واجبات ولديه مستحقات. بالعكس كانت الظروف في الأقليم تختلف عن كل المحافظات العراقية وحتى عن العاصمة بغداد من كل النواحي، من ناحية الامتيازات والمناصب وكذلك صرف الأموال، بالإضافة إلى وجود حكومة في نفس الحكومة في كردستان وداخل العراق مشاركين هم بالعملية السياسية. يعني سيد ماجد بكل الانتقادات لديهم مناصب في بغداد وكل المحافظات يا سيد مسعود البرزاني ولحزبه، فهم كانوا شركاء بالأمس، حتى في يعني خطابه المتلفز يعني اتهم شركاء بغداد وأيضا حتى يعني الأصدقاء في داخل السليمانية اتهمهم بالتخوين والتخلي عن الأكراد، فلماذا اليوم يعني يتم الحديث بهكذا لهجة؟ يعني طبعا أم الأخوة بالعكس كانت مواقفهم وطنية، لأن من يحاول أن يجنب القوات العراقية والبيشمركة الصدام والاقتتال الداخلي هذا
يعني اتخذ موقف وطني لا موقف يعني موقف تصعيد وموقف صدامات. الكل يعلم انه من وراء هذه المصادمات هي حروب وحرب طويلة الأمد بين مكونات الشعب العراقي وبين القوات الأمنية العراقية اللي بوقت السابق كانت مشتركة في محاربة الإرهاب في يعني تحرير كثير من المناطق في الموصل وفي أطراف وأيضا حدود كردستان وفي مناطق قريبة على كركوك. لكن حينما شرعت هذه الكتل والأحزاب يعني سعيها إلى لملمة الشمل العراقي وبدء حوار جديد، رأينا أنه هذا الخطاب بدأ يعني بالتصعيد واتهام بالخيانة لهؤلاء الشركاء. بالعكس هم فكروا بمواقف وطنية، فكروا بشعبهم، لأنه كل يعلم ماذا جنينا من وراء الحروب والاقتتال الداخلي والطائفية والعرقية في سنوات سابقة في حكومة النظام السابق قبل السقوط، رأينا انعكاسات هذا الوضع. لكن طيب سيد ماجد، ولكن يجب أن يتم استغلال الموقف الذي وصفته بالوطني وبحق دماء أبناء الشعب الواحد إذا كانت من المكون الكردي أو حتى العربي، ولكن يعني هل بغداد ستخطو خطوة إيجابية حتى تقرب المسافات بين يعني أربيل وبينها، أم أنها يعني تتمسك بموقفها الذي اتخذته منذ إجراء الاستفتاء لغاية الآن؟ طبعا لا شك انه لبغداد خطوات جاده في قضيه فتح حوار، لكن هذا الحوار مبني على شرط اساسي الا وهو يعني السعي الى الغاء نتائج الاستفتاء والسعي للانفصال، وهذا مطلب دستوري وقانوني، وهاي قرارات اصدرت وتم يعني الموافق عليها في مجلس النواب، وبالتالي ايضا مجلس الامن الوطني الحكومي صوت على هذه القرارات، فالحكومه تنفذ هذه القرارات من خلال الدستور من خلال القانون النافذ، لانه اي اعتراف باستفتاء او انفصال هو الرجوع الى يعني البدايه، وايضا السعي الى ان يكون لحكومه الاقليم والكتل الكرديه مناحرات ومناوشات وسعي الى الانفصال، فهذا المبدا هو مبدا اساسي للحوار. مع ذلك الحكومه لديها خطوات جاده مع الاطراف التي كما اشرنا لديها مواقف وطنيه ببدء الحوار من خلال مشاركتهم ومساهمتهم في صنع القرار سواء كان في المناطق المتنازع عليها أو حتى في كردستان، من خلال سعيها إلى بسط الأمن وحماية المواطنين، لأنه اليوم المواطن الكردي هو أسوة بكل المواطنين الآخرين في كل محافظات مسؤول من قبل الحكومة الاتحادية بتأمين الحماية اللازمة. ما حصل يوم أمس من أوضاع وتظاهرات واقتحام لمجلس النواب واعتداءات كان من المفترض على الحكومة تتخذ إجراءات أكثر جدية وفاعلية وتنسيق مع الأطراف المحايدة في قضية الاستفتاء. أيضا هنالك حوارات ما بين الكتل السياسية، يعني مثلا اليوم كان هنالك حضور لكثير من أعضاء مجلس النواب من المكون الكردي، وهذه بادرة جيدة، ونقاشات والاستماع إلى وجهات النظر بعد هذه المواقف التي أشرنا إليها قبل دخول القوات الاتحادية إلى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها. أيضا أعتقد تم الإعلان بشكل رسمي بأنه سوف يكون تنسيق على كثير من المعابر الحدودية ودخول القوات الاتحادية، وهذا أيضا بادرة جيدة وتنسيق مشترك من قبل الحكومة الاتحادية مع إذا هذه البادرة الجيدة سيد ماجد الغراوي ذات العلاقة. يجب أن تقرب المسافة بين بغداد وأربيل. ابقى معنا، أرحب الآن بضيفي سيد حسن جهاد عضو التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة. سيد حسن أهلا بك معنا. سيد ماجد الغراوي يتحدث عن اتخاذ موقف وطني بحقن الدماء بالاتفاق الذي حصل يوم أمس، أيضا وهنالك اتفاقات مستقبلية يمكن أن تحدث، ولكن هل الإقليم يعلم اليوم بتحركات بغداد لفرض رئيس جديد لإقليم كردستان؟ هل هو هنا، هل لديكم علم بهذه الأسماء المطروحة؟ نحن أيضا نبارك أي اتفاق باتجاه تهدئة الأمور في المناطق المتنازع عليها وبشكل عام، وحيث اليوم جرى أيضا اتفاق في منطقة شخابور، نحن أيضا نؤيد هذا الاتفاق لأنه ندفع بالامور الى الاحسن واستباب الامن في هذه المناطق وكافه المناطق الاخرى. نبارك هذه الخطوه. وثانيا موضوع انتخاب رئيس او اختيار رئيس لاقليم كردستان من قبل بغداد، اولا هذا شيء جديد، ثانيا غريب، ثالثا اقليم كردستان هو يريد مجلس برلمان كردستان
أن يجمد رئاسة الإقليم، وهناك أصوات كثيرة داخل الإقليم كردستان بهذا المنصب غير ضروري، وربما يلغى من قبل البرلمان إذا كان له صلاحية قانونية لإنهاء القانون، إذا كان لديه صلاحية. هناك أصوات كثيرة تطالب بإلغاء هذا المنصب. لا داعي لاختيار رئيس إقليم من قبل بغداد. وثانيا هناك آراء كثيرة طالبة سابقا والآن بأن يكون إذا كان هناك دستور لإقليم كردستان، إقليم كردستان إقليم برلماني وليس رئاسي. فهذا استعجال، وهذا أصلا أعتقد غير عمل غير دقيق غير دستوري غير مقبول، لأن هناك إجراءات الآن تقام في إقليم كردستان تعتبر استقالة السيد مسعود البرزاني بداية لتحولات جيدة في الاتجاه الصحيح، لأنه إشكالية رئاسة إقليم كردستان وشخص مسعود البرزاني كانت تعتبر السنتين الأخيرتين غير قانونيتين من رئاسة إقليم كردستان وغير شرعيتين. لذلك يجب أن ننتظر إلى أن يتحسن الوضع في إقليم كردستان. نعم سيد حسن، يعني ابقى معنا انت وسيد ماجد الغراوي لنتابع واياكم يعني الاهتمام العالمي والعربي ايضا بالملف الكردي عبر الصحف التي يعني نوجز بعض عناوينها الان. يعني نبدا من صحيفه المدى، حيث تتحدث صحيفه المدى كما نتابع او الجارديان بسبب تداعيات استفتاء الاستقلال زعيم الاقليم كما تابعنا الان صحيفه المدى، الهدنه صامده مع البيشمركه وخلافات حول حدود الخط الازرق. ايضا في عنواننا الاخر نتابع الشرق الاوسط، تتحدث ان البرزاني يتهم واشنطن بمعاقبه الاكراد في كلمه متلفزه محمله بالمراره. في عنواننا الاخر من صحيفه جديده وهي صحيفة الواشنطن بوست، رئيس إقليم كردستان يتنحى عن منصبه في أعقاب محاولة فاشلة لاستقلال الإقليم عن العراق. نعود لإكمال الحوار مع ضيوفنا. أعود إليك سيد ماجد الغراوي، يعني تحدث سيد حسن جهاد عن يعني فكرة تجميد رئاسة الإقليم وما حصل يوم أمس، أو أيضا إلغاء هذا المنصب. هل بغداد ستقبل بإلغائه أم تريد أن تضع من يمثلها اليوم في الإقليم؟ لا بالعكس، أنا أعتقد أنه يعني إلغاء المنصب هو من الأمور المهمة والفاعلة، و ايضا توزيع الصلاحيات الى الجهات الحكوميه، مثلا صلاحيات خاصه بمجلس النواب في كردستان وصلاحيات للوزراء المعنيين، وبالتالي اجراء انتخابات مبكره هو الحل الامثل لاختيار شخصيه وطنيه تنظر الى مصلحه الاقليم ومصلحه العراق بشكل كامل هو المعول عليه في المرحله القادمه. واعتقد بامكان الحكومه الاتحاديه ان تستفاد من الاطراف المحايده ومن الشخصيات الوطنيه التي كان لها مواقف واضحه في قضيه الاستفتاء، وايضا لديها يعني حوارات جاده مع الحكومه الاتحاديه وعلاقات وطيده وايضا مقبوليه، لا ان تطرح شخصيات مستبده بالراي او كانما تحسب على الحزب الديمقراطي او على رئيس حكومه اقليم كردستان المنتهيه ولايته، كما في وقت سابق عرضت بعض الشخصيات مقربه من يعني مقربه بالدم من شخص مسعود البرزاني، هنالك اطراف محايده، هنالك شخصيات وطنيه بالامكان التحاور معها من قبل حكومه بغداد والاطراف الاخرى في كردستان حتى تكون اكثر مقبوليه، حتى تستطيع الحكومه ان تتعامل بجديه وفق الدستور العراقي ووفق القوانين والاتفاقيات السابقه. طيب يعني سيد حسن، يعني هل أنتم أيضا تتخوفون مما يتخوف بعض الأكراد ويعبرون عن هذا الموضوع من خلال يعني عودة السيد مسعود البرزاني إلى المنصب في حال عدم الحصول على اسم جديد يشغل هذا المنصب؟ السيد مسعود البرزاني كان في تصريحه واضحا قال أنا في الفترة السابقة حتى قبل تمجيد ولايتي لم نقتنع بان ابقى في رئاسه الاقليم، ظروف ادت الى تمجيد عمل مسعود البرزاني كما اشار بعد مجيء داعش وضروره ان يبقى في هذا المنصب الى الان. فاعتقد انسحب ولا يريد ان يعود الى هذا المنصب، وهناك اصوات كثيره منذ زمان
كما اشرت سابقا تريد الغاء هذا المنصب ولا ترى ان منصب رئاسه الاقليم منصب ضروري. هذا محل سجال لحد الان، لكن مسعود البازالي لا يعود الى هذا المنصب، وهو اشار الى ذلك بكل وضوح ولا يريد حتى التمديد. لو كان قرار مجلس شورى اقليم كردستان ان يستمر في عمله القرار الى الانتخابات القادمه، وكما تعرفون ان برلمان كردستان مدد عمر البرلمان الى 8 أشهر قادمه، لكن هو قال انا لا اريد التمديد، وفي 1/11 تنتهي مهمه مسعود البازالي كرئيس وينتهي عمل رئاسه التقديم والصلاحيات وزعت. واليوم امس البرلمان صوت على المشروع وكيفيه توزيع صلاحياته بين البرلمان والحكومه ومجلس القضاء في كردستان. طيب سيد حسن، يعني يوم امس اربيل بدات بارسال رسائل تؤكد جهوزيتها لبدء الحوار مع بغداد، برايك هل كانت المعضله بوجود السيد مسعود البرزاني ام ان هذا كل الاجراء الذي حصل يوم امس هو للتقارب بين بغداد واربيل لايجاد حل على حساب بقاء اربيل قويه وليس تقويه السليمانيه على حساب اربيل؟ اولا في اعتقادي ابتعاد عن السيد مسعود البرزاني عن هذا المنصب واستخاره السيد مسعود البرزاني والتنحي يخدم عمليه الحوار اكثر بين اقليم كردستان وبغداد، وكما نعرف يعرف الجميع بان في بغداد موجه قويه ضد السيد مسعود البرزاني وتعتبره هو حامل رايه الاستفتاء في اقليم كردستان. الان هذه المعضله ازيلت في طريق الحوار بين اقليم كردستان وبغداد، والوضع دائما اقليم كردستان يطالب بالحوار وحتى بغداد تطالب، ويجب ان يكون الحوار موجود وسريع وحسب الدستور. طيب يعني اتوجه بسؤالي الاخير للسيد ماجد الغراوي. سيد ماجد، اربيل تبعث برسائل تريد بدء الحوار مع بغداد، ولكن يعني هل انتم كنواب في داخل البرلمان العراقي ستنشئون إيجابية بداية في داخل البرلمان، وخصوصا بعد الحديث عن محاسبة النواب الكرد المشاركين بالاستفتاء؟ طبعا أكيد ما حصل من إجراءات في البرلمان يعني إجراءات رادعة ومهمة على بعض النواب الذين يعني صرحوا بتصريحات مثيرة للجدل وتدعو إلى مقاتلة القوات الحكومية الاتحادية العراقية، وأيضا البعض اتهمهم بالحث عن اليمين الدستورية من خلال ظهورهم على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم يعني ساهموا بإجراء الاستفتاء أو استفتوا على الانفصال من بغداد أو من العراق. هذه بالإمكان يعني تجاوزها إن كانت هنالك حوارات جادة وكان هنالك سعي إلى إلغاء نتائج الاستفتاء، فبالإمكان ترك جانبا والضغط حتى على الأطراف الأخرى سواء كانت الحكومة أو بعض الكتل السياسية أو حتى بعض النواب الذين أيضا يحاولون يثيروا الجدل والفتنة داخل مجلس النواب، إن كانت هنالك جدية فاعلة بإلغاء الاستفتاء فبالإمكان خلق أجواء مناسبة لبدء الحوار من جديد والعودة إلى ما كانوا عليه والسعي إلى لملمة الشمل العراقي وأيضا متابعة ومعالجة كل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم ومن خلال خطوات جادة وفاعلة. السيد ماجد الغراوي النائب عن التيار الصدري، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول للسيد حسن جهاد عضو التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة. مشاهدينا أتلو عليكم بيان سلطة الطيران المدني العراقية، حيث تعلن بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام مديات الرؤية بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد، تم إيقاف حركة الملاحة الجوية اليوم الاثنين المصادف 30/10/2017 منذ الساعة 7 صباحا، حيث وصلت مدى الرؤية إلى 600 متر، وبعد الساعة 12 ظهرا بدأت الأجواء تتحسن ووصل مدى الرؤية إلى 800 متر، وسيتم فتح الأجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية، ونهيب بالمسافرين تفهم الأمر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، وسيتم الإعلان لاحقا حالما تفتح الأجواء وتعود حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها. إذن كان هذا بيان إعلان سلطة الطيران المدني العراقية بالنظر لسوء الأحوال الجوية. نتوقف الآن مشاهدين عند أبرز مراحل حياة رئيس أقليم كردستان الذي أعلن تنحيه يوم أمس.
نرحب الآن بضيفنا سيد قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. سيد قحطان أهلا بك معنا. إذن تسارع كبير ليس فقط على المستوى السياسي حتى على المستوى الجغرافي، هنالك أيضا اتفاق بين وفدي الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان بالتوقيع على مسودة عمل تتضمن الاتفاق على إعادة انتشار القوات الاتحادية. دعنا نتحدث بداية عن حدود 2003، كيف سيتم الانتشار بها، ومن ثم نعود لنتحدث عن بقية المعابر الحدودية. تفضل. أهلا وسهلا بك أختي العزيزة وحياك الله، حيا الله المشاهدين. أنا قلنا منذ أن بدأ الاستفتاء قلنا انتحار سياسي وأن النتائج ستكون سلبية على الأكراد بشكل عام وعلى الوضع في شمال العراق بوضع خاص. هذا الذي حصل الآن عزيزتي سيتم بالتأكيد ضمن الآلية الحالية بعدما أفل نجم برزاني وانتحار سياسي كما قلنا، وبعدما ظهرت إلى الظهور العلني حالات الاختلافات البينية بين المجاميع الكردية التي كانت تواري هذه الخلافات أصبحت الآن حالة فعلية. أتوقع أن حالة الاتفاق قد تكون بعيد جدا فيما بين الأكراد ذاتهم، ولكن قد تكون توافقات معينة مع الجانب العراقي أو مع جانب بغداد. الحدود أتوقع أنها ستعود إلى ما قبل 2003 وليس فقط 2003، وكما قالت إحدى النائبات الكرديات، ذلك لأن عملية 2003 هي ذاتها كانت تجاوز واضح وكانت إرادة أمريكية للضغط على حكومة بغداد وأنها تجاوز مناطق معينة بعينها. لذلك نتوقع أنها سوف تعود الأمور إلى ما قبل 2003، وبالتالي تنحصر المنطقة الكردية على مناطق الثلاثة المحافظات مع استبعاد أي منطقة يسمى متنازع عليها فيما بينهم. شيء آخر أيضا، ستعود الأمور الإدارية في جلها لحكومة بغداد في الطيران والعلاقات الجوار الإقليمي. وأتوقع أبعد من هذا وذاك أن قدرات العسكرية للحشد إلى بيشمركة أيضا ستقنن، وذلك لأن الواقع قد أثبت أن امتلاك قوة عسكرية من قبل قوة أخرى لا ترتبط ارتباطا ميدانيا وحقيقيا بالجانب الرسمي العراقي تكون وبالا عليه، كما حصل في الذي حصل في اعطاب عدد من العجلات والدبابات العراقية من قبل الأكراد البيشمركة اللي يملكون قوة عسكرية وقوة رادعة للزرع. طيب سيد قحطان، سنكون احنا اكثر من مسألة إعادة. نعم، يعني عندما نتحدث عن هذا الاتفاق ودعنا نصفه بالسريع ايضا، لان الجانب الكردي كان دائما متمسكا بهذه المناطق، متمسكا بالحدود الجديدة. برأيك هل فعلا سيتنازل يعني على ارض الواقع عن هذه الحدود التي وصلها والتي تم الحديث عنها بانه تم اخذها بالدم ولن تعود الا بالدم؟ أخذها بالدم ولا تعود بالدم، هذا طروحات آنية غير مدروسة بالمرة، لأن أنت من أخذتها بالدم لكي تأخذها بالدم؟ هذا يقال لأطراف دولية أخرى معادية مضادة وليس حكومة اتحادية أنت جزء منها، وبالتالي هذا كلام مردود أساسا الذي، ولكن حين لم يكن هناك من يتمكن أو من يملك جرأة وطنية أن يرد برزاني بما قاله. ولكن نقول نحن حالة التقاطع وحالة التباعد فيما بين القوى الكردية من جانب، الضغوطات الإقليمية على بعض القوى الكردية من جانب آخر، الهامش النسبي بين قوسين فرض القانون بالسيطرة من قبل بغداد، يجعل الأطراف الكردية أمام حالتين. الأطراف المؤيدة إلى بغداد ستعطي مزيد من التنازل لغرض تعطي على قد تقدير تقليل أو تقنين من امتداد بغداد. الطرف المتعنت وهو برزان احتمال سيتعنت على بعض المناطق ولكن سرعان ما يتراجع لأن أطراف كردية لا توافقه. إذا نتوقع أن ستعطى لبغداد كحكومة اتحادية معظم المناطق إذا ما كل المناطق المتنازع عليها، وتعود الأمور إلى ما كان عليه قبل 2003. طيب سيد قحطان، يعني قرأت الوضع قبل قليل بأن الحكومة ربما تقوم بتقنين واقع البشمركة خصوصا بعد ما حصل ربما من اشتباكات في كل من صلاح الدين كركوك ديالا وأيضا نينوى. هل الجانب الكردي سيقبل بهذا التقنين أو حتى يعني هذا التحجيم وإعادته إلى حدود 2003 وربما حتى سحب بعض الصلاحيات؟ أريد منك الإجابة ولكن بعد أن نتوقف قليلا.
بالعودة لإكمال الحوار مع ضيفنا سيد قحطان الخفاجي. سيد قحطان، هل الأكراد سيقبلون بهذا التقنين أو ما وصفته بالتقنين؟ أتوقع سيكونوا مضطرين لذلك، ويكون التعامل كما قلنا قبل قليل باتجاهين، اتجاه المتعنت اللي هو برزاني وجماعة معينة من مؤيديه سرعان ما يتراجعون لتراجع حجم الدعم الإقليمي وتراجع الدعم الوطني الشامل لهم داخل منطقة كردستان، والطرف الآخر هو الطرف المؤيد إلى الاتفاقات مع بغداد سيكون أكثر ليونة لكي يعرب أو يعرب عن رغبة حقيقية لبداية جديدة، سيما أنه قد انكوى في تعنتات الجهة المركزية في أربيل، نعم، وتبع ذلك تعنتات بيشمركة أيضا حيالهم. إذن أتوقع سيوافق أما مباشرة من قبل سليمانية أو بعد مضض من قبل أربيل. طيب سيد قحطان، في المحور الثاني الذي تم الاتفاق عليه، ترسيم الحدود، أو يعني ليس ترسيما ولكن بحث الحدود الدولية العراقية وإعادة انتشار القوات الاتحادية في هذه الحدود، هنالك نقاط تم الاتفاق عليها مع الجانب الكردي ونقاط لا تزال هنالك خلاف. من الذي تم الاتفاق عليه هو معبر فيش خابور، كما تعلم هو يمثل المثلث بين العراق تركيا وسوريا. ما أهمية هذا المعبر الآن بالتحديد؟ بالتأكيد إلى أهمية كبرى. يتعدى مسألة الحدود وممر حدود الآن موضوع سياسي، موضوع خلاف داخلي وموضوع خلاف خارجي. إذن هو منفذ بغداد الجديد، وهو طريق إلى تقليص وتقنين هامش الحركة والامتلاك الذاتي للمال من قبل أربيل، وهو أيضا بالمقابل سبيل سيكون إلى تقنين كما قلنا البيشمركة. لماذا؟ لأن البيشمركة المصنف دستوريا هو حرس حدود، ولكن في واقع الحال يقول أنه يملك درع دبابة. هذا الدرع والدبابة لا يمكن أن يجوز تقبل من الدول الإقليمية المجاورة، لأن الحرس الحدود إذا ملك أكثر من قوة من أكثر من 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 تجهيزات فوق المتوسطة يعد تحشد عسكري وتعترض عليه الدول. وبالتالي أي وجود لبيشمركة يمتلك درع على الحدود الأردنية العراقية التركية، الحدود العراقية السورية، الحدود العراقية الإيرانية سيشكل من قبل تلك الدولة احتجاج. إذن هنا ستكون سبب منطقي إقليمي لتقنين الكرد. كانت غائبة هذه الحالة عن برزان، وكانت معطلة من قبل حكومة بغداد لأنها تخشى زعل وغضب الحليف الذي خطط إلى إنهاء العراق والوضع اللي حالي. نعم. إذن أقول عزيزتي هذا المنطقة مهمة أكثر من اقتصادية بل هي استراتيجية أيضا. نعم سيد قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. إذن الآن نمر سريعا على أبرز تغريدات على مواقع تويتر فيما يخص تطورات الأزمة الكردية، تابعونا. لقاء يتجدد بكم يوم غد بنفس التوقيت بإذن الله.